يلا بينا يلا بينا يلا بينا. عايز اقول لابني ان انا محترمه، ما ينفعش اقول له بالكلام، لازم يشوفها في تصرفاتي. لو انا عايزه اقول له ان ناسنا طيبين، ما ينفعش انا اقولها له بالكلام، لازم يشوف ده فيه. عشان اقول له ان احنا مسلمين، ما ينفعش اوري له البطاقه، لازم اوري له ده في اخلاقنا. بيقولوا ان انت كان جواكي حرقه وانت بتقولي الرساله دي وكنت بتوجهها لابنك، وفي علامه استفهام. قولي. المصايب والمشاكل اللي بتحصل في بعض النوادي والمدارس وعلى السوشيال ميديا، ونبقى يعني عكس اللي بنقوله لاولادنا طول الوقت، وبعدين نودي اولادنا مدارس فيحصل لهم صدمات. هما بيقولوا انه الرسالة دي كنت موجهها تحديداً علشان الفيديوهات المجتزئة من أعمالك لأدوار الإغراء. ردي ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. ابني عارف إن أنا ممثلة وفي كميونيتي، يعني هو في دايرة أو في حياة يقدر يستوعب فيها يعني إيه ممثلة. ده ملوش علاقة إني أربيه كويس، ده ملوش علاقة إني أعلمه الصح والغلط، ده مش يعني معرفش انا، دي وجهة نظري. وابني دخل المجال ده فهو درس. يعني ده كان سبب سينما. الرسالة بتاعتك اللي كانت بالحرقة دي لا اسباب كتير، ولا تجربة سيئة هو تعرض لها؟ تجربة سيئة لفظية بشكل غير مناسب، لان هو كان جاي من دولة اوروبي ودخل مدرسة هنا، فعشان كده نقلته مدرسة تانية خالص منها. هنا في مصر نقلتيه من مدرسة لمدرسة ولا مصر. من أوروبا لمصر؟ لا، جبته من أوروبا لمصر، وبعدين لما حصلت مشكلة في مدرسة من المدارس هنا في مصر تحرش لفظي وشكل ما كانش يجب أنه يطلع من مدرس، وهزار خارج عن اللائق بشكل فج ما يناسبش ولاد في سن المراهقة. كان تالتة إعدادي، كان ده صعب. طب المدرسه كان رد فعلها ايه؟ اعتذروا لك؟ حققوا مع المدرس؟ والله بصي الموضوع دخل في مناوشات وما كانش. انت جبتيها من قصرها ورحتي محاولاه من مدرسه لمدرسه؟ انا مش هدخل في مهاترات ونفضل نهاجم وندافع ونبرر، مفيش داعي. هتدخلي بقى في دايره مش هتخلص. طب رحاب هسالك سؤال وجاوبيني بصراحه. بيقولوا انه كان في قضايا او انت رافعه قضيه وتنازلتي عشان انت اخذتي تعويض مادي كبير. من فين؟ من المدرسه؟ لا خالص، انا ما رفعتش قضيه اصلا عن المدرسه. ما احنا نفسر بقى نقول للناس. ما رفعتش قضيه ايوه خالص. والموقف اللي انا اخذته ان انا اشتكيت في وزاره التربيه والتعليم ورحت الوزاره بنفسي وبابني، حصل التحقيق هناك، وبعد ما عرضت الموضوع قلت وجهة نظري ان انا في كل الاحوال بعد اذنك، عشان احنا لسه في نص السنة والتحويل ممنوع من مدرسة لمدرسة غير بعد انتهاء العام الدراسي الا لاسباب تتقبلها وزارة التربية والتعليم، فكان ده سبب تواجدي في وزارة التربية والتعليم عشان يدوا امر بموافقتهم على نقل ابني من مدرسة لمدرسة.